ايوه عد. واش الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في الفلوق جديد ديال اليوم. غادي راه 8 الصباح، بعدنا ناقص 3 دابا. الساعه اللي واجع عندي هنايا. صباح الخير وصباح الرباح، كلشي غنمشيو نترينيو ان شاء الله في واحد البلاصه زوينه. ما تمشيو فين، خليكم معنا تشوفوا هاد البلاصه هذيك. راه دوزو تشوفوا معنا هاد النهار هذا ان شاء الله تعالى. شوفوا هنا غادي الثلجات شويه، خد العيان هذا، خد العيان. شوفوا الطوموبيل ديالي انا، راه خليتها في الثلج، سمحت فيها كاع، ما درت لها لا باش لا والو، نسيتها. شكي ولات مسكينه، صافي كاع مسكيره. الله 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 الله، وي راه كلشي جمد. شوفوا من الداخل الاخوان، ترى كلشي ثلج صح. خلا صافي تتهاني عادي، وحنا حنا نسخنوا، حنا نترينيو ونسخنوا مع هادشي هذا حديداني. المهم الخوت ما بقاش نشوف فيهم، مرحبا بكم في هاد الفلوق. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي امين. باقي النهار طويل، عيشوا معنا النهار كامل. غنمشيو لواحد البلاصه زوينه غتعجبكم ان شاء الله تعالى، انا متاكد. خليكم معنا الخوت. المهم الخوت ها هو تحقبينا واحد الدرينا ايهاب، حتى هو راه شامبيون ديال لا بوكس في المغرب وكلشي، راه يتريني معنا. شفت لك الفول اسي انت، انا صايك يلبس حوايجو. انا الحال بروتورو داكشي غادي مسيري وصافي ندير الصلاة على الرعب. وما انتوما داكشي هو الدرينا ايهاب، ها هو السعاني معانا غادي سانتيلان. سانتيلان ان شاء الله بلاصة زوينة تعجبكم الخوت. غادي نروح واحد الحصة رياضية تما مزيانة. ايهاب راه كيشرب كيفطر خوت، راه اوبو الوحيد اللي غتلقاو كاين في كندا هو هذا. 1000 درهم ديالو، 1000 درهم ويواصل حتى لكندا. والله حتى هاد النهار هذا راه الله يدوز بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم خوت، حنا يلاه خدينا قهوه ديال الصباح فهمتوا، نشدوا بعار الريتم باش نطلعوا لواحد الجبل. داكشي ناضر غيعجبكم. كان ناسي طوموبيل راجعه مارشاري هذا. قول لي شنو كان هذا؟ راه ديما ناسي هذا. واحد النهار كنا كنقراو بحال هكا، خرجنا مع الثلاجه، جينا وهنا لقاو طوموبيل مديماريا. مالو ناسا مع 11، قال لك اه نسيت طوموبيل مديماريا. ومن 11 يوم ديماريا حتى الثلاجه تعالى. هذا راه اللي بغا يمشي مع شي قنت. اون باسون خوت، حق هذا الدري راه كيقرا في افيرون تاك. وانت حقه فين؟ لونجو. في لونجو. ايوا اللي بغا شي معلومه راه نخلي لكم انستغرام. ضروري انستغرام راه غتلقاوه هنايا كلشي. انا خاصكم شي لعيبه. مرحبا الخوت، مرحبا بكم. ويدير الاخ فاني فرونسيز. يا فرنش فانيلا. احنا الخوت حنا يلاه وقفنا هنا ناخذوا المياه، شي واحد الخلشه ديال الماء. او حامو الاوبو، مول اوبو كيهضر مع الاخت ديالو. ديديكاس ليكتو ويزدان، يقول لها تحيه خاصه صحاب كرواسا. راه يبان لكم واحد الجبل مورانا الخوت، بلاتي الشمس. والشمس صبري معانا، غنقلب لكم كاميرا بعدا. قول لهم هذا هو الجبل اللي غنطلعوا ان شاء الله الفوق. ترينيو الجبل غادي نطلعوا حتى للسومي ديالو ان شاء الله. السومي يا سلام، تي فرونس بيان لا تو ريفيت. المياه ضروري، المياه ضروري، التعبئه في الطريق وكذا. ولا علاوي 4 كيلومتر هاني 4 طلع هاني شنو جا ديالك تبدلوا لك الملامح هاني؟ ان شاء الله ان شاء الله غنجيبوها حتى عادي ماك 4 كيلومتر طلعه عادي عادي ان شاء الله يكون خير. السنجاب غتلقى الراكون ما حتى هو كيخاف عادي، كلشي كيخاف تهيب عليهم راه يهرب. موت ديال البرد، ماشي انا كاع لبس جاكيت. فوق تسخون ونحيدو، تنرى لبس جاكيت. الموت ديال البرد وغاديين وفهمتي ما عارفينش الطريق 100%. وياه هادي دابا نبيع لك الدار هادي يكون هاني. تخممش اوبو، عطينا هذاك الاوبو نبيع لك الدار هادي. معايا علي راه عيا. علي عيا يلا دير رجع يلا. ما لاعبينش اخويا. الدنيا كي دايره هنا الدراري في الخريف كي كتكون؟ عشرة الشجر بالالوان، حمار صفار خضر الموف ما
ملونه الدعوه مع لي فير بدا الشجر كلشي طاح. كاينه طالعه من تما ياك محبوسه راه كملوا بحال كنيشه حتى شوفينا نخرج. احنا لقينا واحد العوينه الخوته راه ما هابط من الفوق من الجبل كتفاق الله. احنا مازالين غاديين شدو في لومبالاج. سيدي علي اش من سيدي علي هذا راه سمن سيدي علي سيدي إلال 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 سانت إلال سانت إلال معناهم أيوا. يلا كملوا الطلعة يلا حنا طالعين بحال الكرخوت راه في الصخر ما لقيناش الطريق غاديين مغامرين ولي لي هلا نبقاو حنا هاربين من اليونان حراقة الخوت. ترينينا قبل ما نوصله ولكن هاني داكشي زوين صح والله. تاع الصباح شوف هاد المناظر وضرب الطريقه هذه بحال هكا خصكم الخوت واش عجبكم الحال هنا بالله اشرا المجامد فوق غادي نطلع نوريكم واحد الديكور كريستال داكشي يا سلام اون تي كاب وحسن واحد التربيكه ديال خوت غنوريكم واحد الطريقه شنو لكم دا موريال من قدام كي دايره هاد سانت إليغ. طلعنا دابا تقريبا ثلثين ديال الجبل شد عوا كي دايره من التحت. اللي وصل معنا حتى لهاد اللقطه هادي في الفلوك يخلي لي في كومونتير كي جاتكم هاد البلاصه هادي عاود ديال نساري لا طلعوا في البيض نديرو اومليت نديرو شي اومليت تمايا. ها انتما خوت الجبل كي داير يا سلام يا سلام ها انتما داكشي راه جامد ها كارم كارم داكشي تصرفوا ميها من سانت إليغ. ايوا القطع هنايا داكشي انت 5 5 تلت هذاك الشيء راه جامد لا كلاس او صبر شو الخوت كيفاش طلعنا؟ طلعنا واقفين عندك هنا راه كاين الفيرغلا عندك تطلق هنا هنا فوت الفيرغلا طلع من هاد الاتجاه هذا هنا غنطلعو عاوتاني ماشي هو واقفين ما عرفتش كي غنديرو لها وريهم كيفاش كنجبدو الالماس وريهم ذات يوم انه يا حليلي انه الكنز تخيل يا حليلي في راسي يقول يا حليلي يا جورج انها سمكة التونة العنيدة انه الالماس انتم الخوت الجح شي رقاص تولوجات عاش فكرتيني عاش عندك ما سي طاسي اويا مالك كيدير كيوكوشين كاي الاونر ديال كيوكوشين كاي اش كيتري في التلج بحال باش يحيد على هادو كيتري بحال هادو غلاض هادو راه خاصهم شي ضربه تكون يا سلام الله تيشوف البوك احنا كنتريني واش هاك تلج هاك تلج هاك نمك تحيه للتلج وفينا يا الطريق وريني الطريق ما كاين راه طريق لا والو كاين الزلاق عرفتي هذا اللي زلق هذا يقول في الحسيمه هذا انت باش تدخل هذا باش تهضر راسك هذا واه يا داك نجربو كاين منه هي الاولى بعدا راه باش توصل لهاديك خاصك لا 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 هذاك هذاك كيفاش هادشي مزيان راه عايز الله لا لا حتى ماشي هاد الخوارق لا سي هاد الخوارق انا غادي نعيط عليك ملي صوري النفس مال مال على أسامة على أسامة على بطل ترى 50 كيلو ستين 30 كريت 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 ما طاحش قال لي اش طفي حنا كيطردك انت شفتي فين ما طرا ليه والو يا ربي السلام تعيط لي انا هادشي كامل خاصني نحيدو باش تلقى الطريق ترى تريسنا صاحبي بحال
غادي للحرب. كنا غادي نتريني ولا دايرين التصلبات؟ والله دايرين التصلبات كاع، وانا على التحريرة هادي، جدنا شي قرع المسطولي راسو. يلاه. مزيان مزيان. صافي. بيان بيان. أنت ما يشدش لينا هذا؟ لا 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 لا. شاد شاد اسمه. وراك شاش غادي لها كرز ليها كرز ليها كرز ليها كرز. والله والله تشد تشد قسما بالله تغطل. انت ما تدور معايا في العيد. غادي غادي. واش تشد عطيني الفلوس؟ لا عمي شكرا. انا طلعت انا مشيت طريق متمد. هذه هي لا بيرسيفيرونس. الله يستر ما غنوقف حتى لكازا. غشدوني في مطعم محمد خميس الله يستر. عشرة الفرق صاحبي راه كنسوى. ويلي ويلي ويلي. عرفتي شناهو صدمتيني طلعتي. شوف لي القضية كي دايرة تما. راه مزيان المهم كاسا طامر. ها هو يقول لك وسام يقول لي صار هذا كاين كاين بدا لا لا ترى هذا الشيء ما عندكش الله الله ما طال حاول شوف لا فرق لا لا فوق هذا كراح الله تحية خاصة أصحاب كرواسة حط حط فرجل فوق فوالا طريبيا ما تحطش في فيرغلا تحياتي وبدا بغى يجي بدا بغى يتشد طول عدو طول عدو طلع ليها الخوت حنا وصلنا لواحد البلاصة سمعنا صوت حلوف بعدا هيها ديك ديال الخنزير ديك الصخير ديالو وكذا هنا لقينا واحد اللاعبين تيكف ها واحد الغرايبه ليكم هنا شي لعيبه دخلات لداخل ما عرفتش واش ثعلب ديب ما عرفناش داك الزمر كاين تما تتبان لك عاد خويا معنا الصوت قريب نهبط الخان نشوف شي طريق اخرى من اللي تنكم ما عرفتش الله الا انا باغي نكمل انا ما عندنا المشكل ما زيت معايا لا كريموجين لا شي لعيبه ما عندي في الدار كريموجين ديال الدوب باش نرش عليه نطوع ولا تنطوع نهبطوا اصلا بقينا والو جبات وما شرا وقربنا للقمه ولكن ما عرفناش دوك الاصوات اللي سناهم طرطر معايا على الغار واش كاين شي لعيبه كتحرك ولا اش بان لك؟ واش غنقرب بالله مغامرة هنا صاحبي هذه المغامرة انا كيبان لي والله تنسى حنايا غير اختصرنا الطريق ساعة ساعة خرجنا في واحد الطريق دابا ما عرفنا ملي غنرجعوا اشوف بعد الطريق كي داير انا بقينا طالعين طالعين كي غدير تهبط واحد ها هو طالع الدري ايهاب اشير باش غنمشي للغار نطلب الله والله غنمشي واش عندك؟ شوف اش عندك انا غنمشي بان لكم دابا مزيان راه تما تخشات شي لعيبه وسمعنا صوت الحلوف هنايا لها ولكن الحلوف كيكون دار طلع وانت ما فهمتش هاد الاصوات هادو شنو هاد الزعتر هذا او توا وصلنا حتى لهنايا وغادي نستسلموا الصح وانا طلعت انا ارى الله يستر صاحبي راه اخلع باش غنمشي بسم الله بسم الله الله ها ما نمشيش لتما عشيري كان شي حاجه تخرج لينا ولكن زعما خايفه دخلت لداخل شي حاجه تقصدنا دير شي لعيبه عشيري بقى لنا والو بقات نوري جوج خطيوات ثلاثة جوج خطيوات الله يخلعني تا والو والله ما نعرف خوف بالله كاينش خوف والله ما ندخل عليه صوت الديب ديري صوت اجي ما تخافش خاف ما تخافش والله ما تكون شي حاجه على حسابي اول غار الخوت اللي شنا فيه دوك الاشواش شي لعيبه كتحرك كاين هاني شوف انا نعطيك التليفون الا خرجت شي حاجه اش هادشي اش كون لقينا هاشي هاشي تعلب لا لا شنو لا قيل هذاك سميتو راه كيبان لي واحد الراس تما يبان لكم واحد العينين هذاك سميتو ماشي ماشي تعلب غيكون راكون ولا شي لعيبتيكا ديك راه تبوط ويمشي تلاح اش غدير خاب ناقص اش في شكل حق الله ما عرفناش داكشي ولا ما عرفش شنو هو داك الزعتر كاع يلاه نمشيو فحالنا ولا نمشيو ليلي لا اي ما عرفش بالله واحد العائلين كيديروا فيها مش في الغار حنا راه وصلنا هنا في الغار قبيله دوك الاصوات ما عرفنا واش بصح ولا ما شتا كنحلو فصح حتى سمعت انا الصوت حدانا حدا الماء غيكون جاي يشرب ولا ما عرفت ولكن ما تقول لي ليلي لا واش نمشيو راه قول لي مول فيلم شاف الحلال اش ما جاب الله قول الكلمه ديالك ايها اش بان لك خويا تحيه خاصه اصحاب كرواس نادي كندي نادي كندي والله مغامره ديال بصح كنا معولين نترينيو حنا راه باقي كنترينيو باقي دابا حنا دخل معايا 4 كيلومتر طالعه بحال هكا كلها مغامرات
بدينا مع التسعود ياك الخوت. شوفوا شحال الساعه دابا 12 وقسمين ومازال العطيطي من التسعود حنا غاديين. واحد راه ابوندونا واحد راه ما عرفش فينا هو ابوندونا ولا خاصنا عاد دابا نشوفوا عاوتاني فين ولا ياب ياب ماشي خويا ولكن كنعرفو نعاودو نطلعو ولا نهبطو عندو نشوفو شي طريق مالي ونعاودو نطلعو نهبطو دابا حنا نرجعو لتحت ونطلعو زعما شوف طا واقف سبايدر مان انت ايوا ايوا شمس العشية شمس العشية اخي بطريق هي هاد اللي طلع ما كيهبطش اطلع واحد يدير الطريقة هاد ازاي والله هادي اللي بغيت شلت من الصباح مازال نوبتي سلام ولا دار ولا شديتي هنايا راه ما عندي فين نشف انا راه ما فهمتنيش واش واش يزالق عادي بحالو كتوجدوا لي شي شمس العشية انا دابا ترى خايبه الطريق من هنا لا انا عرفتي ترى خايبه هبطت شويه انا بغيت ندير هذيك غاتك دير الزربه انا غاتك الزربه اش من الزربه انت الزربه ما غاتوقف حتى لحد السوالو وترى هو راه كنزلق اه تزلق شمال احفر الارض برجليك حكها باش تحيد هذيك الزليق تلقى تراب فوالا فوالا هذيك صلي صلي ثلاثة الشجرة هذي تعطي شنو تتا واحد جوج ثلاثة معلم صافي صافي نقل فيها غنقل اصاحبي وما كاينه شطرات تا تمرمدنا صاحبي كاع اه ها تمرمد لا ماكي غايه تحت الماء. لا اي انا مسامع. شنو هذيك اللي طاحت الواقع؟ صافي صافي دو دو. صافي دايزة حيد. حيد دايزة عواشة. حيد واحد. لا ما تنقش. ها هو الخوت ها هو المفقود البرد حنا طلعنا الفوق با تكلاسينا شتو واحد الزلقه بعدا خوت دي كونسي ما كذبش عليكم عندك سانتي لا غير خوت ما تطلع تكون تلقى شي حاجه راه ما كاين والو انا زعما نطلعو نترينيو الفوق وندير الطلقو فات حنا مع الشاروخ الافلام الهنديه اش صورنا كل مجروح كل شيء مجروح بعدا شولوا اليد الاخرى والو كل اخلع الله وصافي والزلايق وكذا قولوا في كنا عشرة فوق كنا الفوق راه في الميكيوم باش شو دور كي غدير هبطنا عشي هبطنا واحد الهبطة خاصة من بالليل على العظيم لك سمعت ديك اشهد ان لا اله الا رسول الله اشهد ان لا اله حيت ما عندكش غتنقز الليلة عليها يا ربحة يا ذبحة واحد راه جاب دابا تشوفها شافوها في البلوك بصحة والراحة وحنا الباقة شو شحال تابعنا ديال الطريق باش ندور لكم كاميرا شحال تابعنا ديال الهبطات وما كايناش طريقة عباد الله واش فهمتوا رحنا غاديين انا طالعين في الاخر في الهبطة حسن ما ولكن هانيه حرب وقتال الخوت مغامرات يا اصحاب الربا اخويا ما تصورش تصورش عشان هاي بحال عنده الساط راه فيرغلا اتونسيون 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 احردا ما نحنا غنديرو بحال هكا ما كايناش طريق راه خاص ضروري هذا الريسك هذا تدوزو شوف شكون بحال هكا تسناوني نطيح ولا شي لعيبه ولا لا طحت باقي الطيحه انت للاخرين زيدوا كملوا في الفلوغ غادي تشوفوا كل شيء نفس ضروري سبي لي زابوني سبي لي زابوني سي لا سي صافي سير والله ما شي انا ما ترددتش فين غادي فين هو غادي خاص نطلق ضروري صافي خلص حط راسك شوف لا راه هنا غتوقف صافي ما توقفش اصاحبي انا راه تقال منك الله تتوقف فوالا فوالا مطار والله جيت المغامرة لا قلت لك ما قلت لك خشي مشكل عشان يلا مطار صرخ فيه بعد انا رحت نضرب في هذه الرسمه دراري شوف دوار عندي دي كونسيي يطلع شي واحد سير شوف هذا الوقت تاع الثلج قسما بالله العذاب الاليم العذاب الاليم
اغامر انا نكاليك من هنا واغامر والله باسكو نابالو شوا اغامر اغامر صافي بقيت كنفكر وانا نقول لي ليها لا ناري في غادي عشان خوت لما لشي واحد هنا راه غيمشي ديريكت غادي ينقص واحد الحافه طويله بلاتي ولا بلاتي ولا بلاتي ولا الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر في غادي اصاحبي في غادي اجي معنا اسي راه توكل توكل على الله بسم الله ثلاثه جوج واضربني في رجلي انا واخا حاط رجلي سير 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 لا شي نوقف نكمل الزوجه خويا شتينا نطلع على هادشي هذا خوت ورا اوار بزاف طلع على الشيء شدني شدني انا تابعين واو هادو مسخوط الوالدين زيد فيه 50 كيلو مشينا مشينا الرجال الرجال قبل الشجره غير طيحوا صاحبي انا سرع وسرع وسرع لا شي نحبس هادشي لا 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 شمس العشية عشية اي عندك ايوا تعال تعال قربنا قربنا كندا خايبة انت واحد ما يجي لكندا كندا خايبة انا نجي لكندا اجي كندا اش حصل ناري 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 عشان شي حوايج الخوت ما قدرناش نصوروهم حيت ما يمكنش تشد التليفون غتصور خاصك تغامر يا ربحه يا ذبحه باش بعدا اللي صورناه شي كاع داك الشيء كان صعيب والله تسهل من شي طرقه اللي زنا منهم ما لقيناش كنديرو شوفي اش راه كنا وصل هنا كتحس بالحريه بحال راك الله اللي بيرطا والله الحمد لله والشكر لله يا ابن مالو نجيبو حنا الربحه شوف وبقى كيتامل في السماء سيري راه الخلع راه قلبك كيضرب اصاحبي طاح بحالو هكا كتشوف كتشوف هوده ديرها ماشي ديرها وكون كانت ديرها غادي كتحرد تحرد تحرد مسعوده حتى وديرها يعني غطيح واحد الدراج انا وصلنا شن الناس اخيرا كاين الناس يا اختي كنا كاسي ما علينا ما فينا شوف وريهم يدك هذا شو تحرد انا راه كلنا الدري تا هو الزراح والبواني الله ولكن دابا الله كنسمو ريحه الحريه المهم الخوت انا نقول لكم على الدري عالي كيفاش عرفتوه هضر معاهم اصاحبي السلام عليكم السلام عليكم قايد ديال الجمعه ايوا انا كيفاش عرفت اسامه اول مره عرفت الكاميرا عرفته في يوتيوب المره الاولى نشوف واخا جاي بيا الربحه قلت لك اشوف الطريق ما تخاف عرفت اسامه في يوتيوب كنشوف الفيديوهات ديالو تبقى معاه اول مره نجي انا لكندا المره الاولى حتى غنلقاه جالس قدامي في الطياره ما فهمتش كيفاش او واش هو هذا قايح ده شحال شي عامين دابا قبل شي عامين حتى انا عطله في المغرب وجاي والدري هذا بقى كيشوف قدام بقاني انا جالس ويبان لي في الطياره اسامه ناري شكون هذا اسامه بقى بقى نهضروا شويه عاد انا كانت عندي التجربه انا اول مره غنجي لكندا عندك ديك المزرين داكشي ديال لي زاجون فرونطاليي ولي ميغراسيون تماك وهذا عجبتك فيهم اسامه تكلف ليا بكلشي تلاقينا في الطياره قلت لي صافي جابك الله مشينا تماك ملي وصلنا انا كندا مشينا داك البيرو ديال لي زاجون فرونطاليي اسامه المهم راندو ليكسبيريون الحمد لله صافي دوزنا داكشي خدينا وراك الحمد لله بخير وخرجنا من تماك صافي بقينا اون كونتاكت وكنهضروا كنهضروا كنهضروا كتجيب الوقت انا كنت كنلعب تيكواندو اسامه راه لا بطل لا عادي عادي الحمد لله كنهضره كتجيب هضره هذا كتجيب هضره لقيت الاب ديالو مع باباك هو رئيس جهه الدار البيضاء ستار تيكواندو مؤسس تيكواندو في المهم راه شحال من حاجه راك عارف في كازا لقيته دوز ليا واحد الامتحان ديال سانتور جو بونس نوار وبا هو اللي دوز ليا داك الامتحان هو اللي عطانا السماط هو اللي عطانا دوز هذاك الامتحان وكاين ديك عرفتي كاس كيعاود ليا قال لي باك دابا كيعاود لي واحد السيد قال لي راه واحد السيد قال لي كان كيدوز لهم امتحان وقال لي انت عندك ما تقول زعما غتكون بطال اجي هنا وعطاك التمره باش قلت له عطاني كان حاط كان حاط لي الحليب والكركاع وزعما هذا السيد ديال قدامهم ديال هذا حيت الاستاذ ديال هذا ترينا عاوتاني عند الوالد حيت الاستاذ ديالي بقيت كنشوف كيقول لك شكون هذا خونا هذا يقول لي سميتو المهداوي قلت له راه الوالد هذا مصطفى بن كيري هو مصطفى بن كيري هو الاستاذ ديالو ومصطفى بن كيري ترينا عند الوالد وانا مصطفى بن كيري عقلي فاش كنت صغير والفلاصه عندنا في الدريسيه ديك الساعه مصطفى بن كيري غادي نديرو الامتحان غندوز الامتحان ديال سانتور نوار جاب
جاب ديالو هو اللي دوي لينا هو اللي مهم حضر هذاك الحمد لله شوف الرومون ديال سي كان تجيب هضره هضره ونقول لي بداو يقول لي ترى الاب ديالي هذاك على وكي كاين الشاب اصلا الحمد لله الحمد لله وهذا راه كح هذا ايش معاه هذا قرا كيك قال لي راه نمشيو نترينيو قلنا نمشي حنا كنبغينا نترينيو قلنا جينا طلعوا فوق الجبل كيطلعوا فوق الجبل انتم طالعين وينهم افرينا وهابطين هذا عطيني بشامبيون ديال لا بوكس كيك بوكسين فو كونتاكت وسكي مادا غادي يشدوا غادي باغي نترينيو والله غنترينيو راه ما كاينش العكاز شنو مال ديالك هذاك شاي كارطابل هنا باقي الخير والبركه الخوت والله ان شاء الله طاو كيطير لعبونا شي كومبا ديال تيكواندو ياك في الجبل قاس كيطير غنكسرها نقدر نضحكوا شويه بغينا نحيدوا العيال سالينا استاذ راه واش استاذ انت لا لا مرحبا من بعيد عار ناشط يا صو يا صو يا صو هو عمي الحاج واش داكشي صافي ها كاين النهار هذا كي دوزناه مدقدق ناضي واش يطرى لي دابا زيدو سنتيرا مو مرخوت هذا هو نهارنا غنمشيو شي سطون احنا الخوت الله وصلنا لكم النهايه ديال الفلوغ هما لي جوار كلشي كاو ديال بصح احنا احلى انتما شوف شحال الساعه الخوت قربنا من السبعة من الصباح وانا ما نعستش من الصباح وحنا خارجين طاع تريني ديرها باط خباط الله يدري نحطو دابا الشاف في الدار سي ايهاب بصحة وراحة تشوفونا ان شاء الله في شي فلوق واحد اخر ديال السبور الخوت شوف غنقول لكم من الاخر بغيت هاد الفلوق الله يجازيكم بخير راكم عارفين يتفرقع بلي جيم لي كومونتير ضروري والبارطاج راكم عارفين فهمتوا راه طلعنا خلقنا درنا كلشي بغينا بقات لكم خدمتكم نتومايا كلهم عالي حتى اللي ما راه كاع راه مطبعين راه خلى الله صافي والله راه مدقدقين مو دري شويه سبور الله يرضي عليكم ما تنساوش الجرس ضغطوا عليه باش يوصلكم الجديد وكذا وداك الشيء ورا برا راكم عارفين دوك ستونات كومونتيرات كومونتيرات باش تبلبلوها ولا جيم وداك الشيء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حيدا احنا باقيين هنا عاود عاود نشوف ايه بحال هذاك احنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى نديرو هذيك سي علي تحياتي